أهلا وسهلا بيكم مواليد برج الأسد، صباحكم سعادة أو مساكم سعادة وقت ما يوصلكم الصوت. طبعا مواليد برج الأسد بشكركم لأنكم المركز السادس لأعلى نسبة لايك لفيديوهات شهر سبتمبر. كان نفسي تكونوا المركز الأول زي ما كنتم متعودين معايا. إن شاء الله تعوضوها الشهر اللي جاي. طبعا الشمس دلوقتي في الميزان، طبيعة يعني صديقة للطبيعة النارية، فبرج صديق ليك برج الميزان، فانت هتحس انك الشهر ده مرتاح مطمن شوية عن شهر 9. ممكن كمان شهر 9 كنت عندك شكوى المال او الضيقة العملية والمادية، يعني ممكن الشهر اللي فات كنت بتعانوا شوية من موضوع ضيق الوقت، الزنقة المادية. تحس ان الفترة اللي فاتت دي كانت كبيسة معاك شوية، وكانت فترة تراجع. ظهرت الأسد أثرت عليك على علاقاتك كمان بشكل كبير، خلتك تنازلت عن بعض العلاقات، وكانت عندك نوع من التشتت العاطفي سواء رجال أو نساء. الكلام هنا للغة الذكور بشكل عام. تمام، هنشوف بقى طاقة الشهر ده أفضل شوية من طاقة الشهر. الشمس لما كانت في برج العذراء انتقلت للميزان، طبيعة هوائية، فأنت هتحس إنك الشهر ده أكتف شوية، نشط، متحمس، متفائل، عندك حماس ان بكره احلى او افضل من السابق. فانت هتبتدي الشهر ده متفائل، طاقتك ايجابيه، حاسس ان انت داخل على مرحله افضل او بتتفائل. يعني لعاده الاسد انه مهما بيمر بفترات سلبيه او مهما بيمر بفترات سامه في حياته بيقدر يقوم تاني ويقول ان شاء الله اللي جاي خير. فدي الطاقه اللي انت هتبقى داخل بيها الشهر ده، ان انت متفائل وعندك امل ان شاء الله الشهر ده يبقى افضل من الشهر السابق. طبعا مواليد برج الأسد بيبتدوا بشكل عام من 23 يوليو 7 وبينتهي 22/8. طبعا في اللي هما ما بين الأسد والسرطان، واللي ما بين الأسد والعذراء يستمعوا للطالع. طبعا القراية تناسب طالع الأسد وشمسي الأسد، وبتناسب اللي البرج الباطني عندهم الأسد. الطالع اللي هو بساعة الميلاد، الباطني اللي مش عارف تاريخ ميلاده ممكن نعرف برجه باسم الأم. تمام، بيبقى دقيق برضو لأنه بيبقى برج واحد ثابت، والطالع كمان بيبقى برج واحد ثابت، بدل ما تشتت نفسك في كذا قراية. طبعا الجزء العاطفي هنا، القراية العاطفية اللي هتبقى في آخر الفيديو بالتفصيل، هتناسب الزهرة عندهم بالأسد أو القمر بالأسد. طيب انت هتركز الشهر ده على ايه يا برج الأسد؟ هتركز الشهر ده على بيتك التاسع والعاشر وال11 والخامس. ازاي؟ يعني هتركز الفترة دي على السفر، علاقاتك مع المحيط، علاقاتك العاطفية، هتركز على شؤونك العملية والمهنية، هيبقى عندك حماس، شغف ان انت تركز على شغلك اكتر، وهتركز كمان في علاقاتك العاطفية. نقدر نقول زهرة الاسد بدأ معانا الشهر ده ثابتة خلاص، وقف التراجع، فده هيخلي العلاقات العاطفية اللي كانت فيها عكوسات او مشاكل او خلافات الفترات اللي فاتت، هتبتدي بقى الفترة دي معاك الامور تهدى شوية. هتحس ان انت الفترة دي كده حاسس بحالة يعني رضا عاطفي شوية عن الفترات السابقة، يعني هتحس كده ان فيه هدوء عاطفي. تمام، لا متضايق ولا انت مبسوط قوي، نقدر نقول ان حالة هدوء عاطفي هتطرق عليك او على العلاقة اللي انت فيها مهما كانت وضعها ايه، خطوبة، زواج، ارتباط، علاقة جديدة، في فترة هدوء عاطفي انت داخل عليها الشهر ده. كمان زهرة الأسد هتدي لك جمال، حضور أحلى، بتبقى جاذبيتك أحلى، أجمل، بتجتذب لنفسك العلاقات. ممكن تلاقي علاقات قديمة من الماضي قطعت معاك ترجع لك، هتخطف الأنظار الفترة دي بأي حاجة أنت تقدمها أو تنزلها للناس. هتحس إن أنت الناس بتستمع ليك، عندك تفوق كمان في مجالات عملك، هتبقى مقنع أكتر، العين عليك أكتر. اللي هيساعدك على ده مريخ الميزان وشمس الميزان كمان والزهرة بالأسد، ده هيدي لك ثقة بذاتك، حماس أكتر بالانفراد والتميز في أدائك في أي حاجة. كمان الفترة دي حلوة لعمليات التجميل، الحقوا يا مواليد برج الأسد اللي بيهتموا بعمليات تغير حاجة في شكلك، عمليات تجميل، سواء عمليات تجميل جراحية أو عمليات بسيطة، شفط دهون، أي حاجة بتغير فيها من شكلك من طلتك، الفترة دي مناسبة جدا لحد يوم 10/10 قبل ما الزهرة تنتقل للعذراء. كمان فترة حلوة للي عاوزة تلون شعرها، عاوزة تقص أطراف شعرها عشان يطول يتكثف. اللي عندها مشاكل في الشعر الفترة دي ممكن تقدر تعالج المشاكل دي، أو مشاكل حبوب بالوجه، مهما كانت أي حاجة جمالية
الفترة دي هتبان معاكي نتيجتها بشكل إيجابي. هنركز كمان الفترة دي على علاقاتك مع أصدقائك وعلاقاتك مع أخواتك الأكبر منك بالسن. هنركز على اتصالات زهرة الأسد. مريخ الميزان هنشوف تأثيره عليك إيه. يوم 10/10 ده صباحاً ليوم 11 تاريخ مثالي معاك الشهر ده، استغله لبيتك التاسع، اللي بيفكر في سفر، اللي بيفكر في تقديم دكتوراه، ماجستير، دراسات عليا، فترة مناسبة جدا معاك، لأن الزهرة بالأسد والقمر في الفترة دي هيبقى في برجك وعاملين قران، يعني الزهرة والقمر هيبقوا في بيت الأسد، في برج الأسد يعني، تمام؟ فالفترة دي هتكون أفضل أو أحسن ليك شوية في مجالات السفر، مجالات التقديم لسفر، دراسات عليا، عمل، تدرس وتحصل على شهادة أجنبية من الخارج، تسافر وتدرس وينتهي بالتوظيف. المهم المجالات دي هتبقى معاك متوسعة بشكل كبير. اللي بادئين لسه مرحلة دراسية جديدة أو جامعية جديدة، وفي امتحانات مبدئية أو مجرد أن دخولك للجامعة، عندك تفاؤل، عندك حماس، نشط تعليميا، وهيبقى عندك تفوق على بقية زملائك لو في امتحانات أو حاجة، أو أنت داخل المرحلة الجامعية وأنت مقبل كده ومشرق وطلتك حلوة وسعيد ومتفائل بالسنة دي. هنركز برضو هنا على الشمس بقى بعد كده تدخل في برج العقرب، ونشوف تأثير الطبيعة المائية معاك ايه في آخر الشهر من 23/10 لما بعد. الشمس بقى بتبقى تتحول من الطبيعة الهوائية للمائية. طيب نبدأ القراءة. عندنا من 1 أكتوبر لحد 5 أكتوبر صباحا. الفترة دي إيجابية معاك في مجال الصحة. لو بقالك فترة يا برج الأسد بتعاني من تعب صحي فيما يخص أمراض الدم، البنكرياس، الكبد، المرارة، الأمعاء، أي أمراض تخص الجهاز الهضمي، واللي عنده برضو بعض الكسور العظام، أمراض العظام، اللي عنده هنا مشاكل تخص العظام، اعمل فحوصاتك، اعمل تحليل دم كامل، شوف ايه الفيتامينات اللي ناقصة في جسمك. انت هتبتدي الشهر ده وانت مركز على بيتك السادس، هتركز على وضعك الصحي بشكل كبير. وضعك الصحي أفضل وأحسن من الفترات اللي قبل كده. اللي هيساعدك على كده شمس الميزان، هتخليك إيجابي متفائل، فمش هيأثر على وضعك النفسي بشكل كبير. الجسدي لو في بعض أمراض مزمنة أو متاعب صحية الفترات اللي فاتت، فهتقدر تتعافى وتتشافى منها بشكل سريع، أو هتطلع من التعب ده سريعا. كمان فترة إيجابية للمتزوجين، لو في مشاكل هنا أو خلافات كانت بينك وبين زوجتك بقالها فترة، فإن شاء الله في هدوء وانسجام بينك وبين جو الأسرة، جو البيت، جو العائلة، أنت مع أطفالك وأولادك. لو كان في خلافات أو مشاكل، في هدوء وانسجام بيغلب على العلاقة. كمان شايفة علاقتك بالأب لو كان فيها بعض المشاكل أو الخلافات، فإن شاء الله بيحصل تصالح ورجوع الود من أول وجديد. كمان شايفة لو في مشاكل بينك وبين أخواتك الأكبر منك في السن، على ورث، على حاجة من حقك، ففي هنا جو تفاهم هيحصل بينك وبين إخواتك، والأمور تتحل بمنتهى السلاسة. كمان فترة حلوة زي ما احنا قلنا للسفر أو لتقديم دراسات عليا أو ماجستير أو دكتوراه أو شهادات تحصل عليها من دولة خارجية أو السفر للعمل. المجالات دي مفتوحة معاك بشكل كبير، بالذات للي بيشتغلوا في المجالات القيادية العسكرية أو العمل عبر الإنترنت أو المجالات الطبية أو المجالات اللي فيها تواصل وكلام. عندنا فترة نشوف زهرة الأسد تأثيرها على علاقاتك إيه. في هنا يا برج الأسد علاقة سامة بتحاول ترجع لك تاني الفترة دي طبعا للبعض هنا، وفي حد آخر استقرار علاقة كانت بتمر بفترة ضغوطات، استقرار، رجوع الهدوء ليها من أول وجديد. احتمال للبعض هنا ممكن في قرار هنا الأسد هياخده هيبقى لصالحه، يعني في قرار لا سمح الله متزوجين هنا ممكن ياخدوا قرار بانفصال أو طلاق، فهيلاقوا إن الأمر ده صحي ليك وللشريكة. في البعض الآخر هنا معرضين يا برج الأسد الفترة دي لحسد رهيب في العلاقات العاطفية، يعني بلاش هنا نتكلم كتير عن وضعنا العاطفي، عن علاقتنا مع الشريك، عن وضعنا العاطفي مرتاح مستقر، لأن في طاقة هنا، حد حاسد، حاقد، حد بيراقبك، حد مركز على علاقاتك، على حياتك، حد قاعد هنا ليك مركز معاك بشكل كبير، حذر من الطاقة دي. في هنا كمان
الفترة دي احتمال تكتشف ان فعلا في صديق ليك داعم ليك ماليا ومعنويا ونفسيا، في هنا صديق ليه دور كبير في دعمك النفسي هذا الشهر. عندنا فترة من 1 أكتوبر مساء ل 5 أكتوبر مساء. 1 أكتوبر مساء بقى ل 5 أكتوبر مساء. طيب الفترة دي إيجابية معاك في إيه؟ هتبقى مركز هنا على علاقاتك العاطفية، ممكن مواليد برج الأسد المرتبطين بحد من محافظة غير محافظتهم، أو من مدينة غير مدينتهم، أو من بلد غير بلدهم، في عودة الشريك من سفر أو من بعد فترة غياب، وتقديم عرض جدي بالاستقرار والارتباط. في هنا علاقة داخلة على استقرار أو ارتباط لبعض مواليد برج الأسد، بالذات اللي مرتبطين بحد من الخارج أو كانت علاقة عبر الإنترنت، في تطور في العلاقة دي. كمان شايفة وضعك العملي مرتاح، بدأ الشهر في تطور في نجاح، في حاجة أنت بتعملها بنفسك في بتتفوق وبتنجح فيها، وبيبقى عندك هنا روحانيات عالية يا برج الأسد. يعني عندك هنا الروحانيين اللي بيشتغلوا في مجالات الاستبصار، اللي بيشتغلوا في مجالات العلاج الشفائي، اللي بيشتغلوا في مجالات الرقية الشرعية، اللي بيعملوا في مجالات برضو الفن، الرسم، التمثيل، الموسيقى، المجالات اللي هي الروحانية عامة. الفترة دي هتحس ان انت الحدث عندك عالي، روحانيتك عالية، بتقدر توصل طاقة ارشاد للآخرين بشكل كبير. ركز برضو على احلامك الفترة دي، احلامك فيها رسائل كتير بتحذير او بتبشير بامور داخلة عليك الفترة اللي جاي، فيها رسائل كتير الاحلام ليك الفترة دي يا برج الاسد، ركز عليها قوي. كمان الفترة دي شايفاها حلوة معاك للأصدقاء، في هنا صديق زي ما احنا قلنا هيقف جنبك، هيبقى داعم ليك، واقف جنبك، في دعم مالي منه، دعم نفسي. كمان هنا شايفة شراكة ليك مع الأصدقاء أو إخواتك اللي أكبر منك في السن، أو عاوز تبتدي تفتح مجال عمل جديد مع إخوة أكبر منك بالعمر أو مع صديق. التجارة هنا مفيهاش أي مشكلة، وبإذن الله هتكون فيها أرباح كبيرة. كمان شايفة الفترة دي لو كان في مشاكل أو خلافات بينك وبين حد من إخواتك أو قرايبك أو الجيران أو المعارف بسبب سوء فهم، ففي هنا رجوع المية لمجاريها والهدوء والانسجام بيرجع للعلاقة بينك وبين محيطينك، لأنه واضح إن بقالك فترة كالتراجع ظهرت الأسد عاملة معاك مشاكل كبيرة مع علاقاتك مع المحيط وعلاقاتك العاطفية. تحس ان انت كنت خلاص يعني واخد جنب كده، ومواقف كتير كانت بتحصل كشفت لك بعض الامور، فالشهر ده بتتحسن معاك علاقاتك مع المحيط او بترجع لرونقها تاني او لهدوءها من اول وجديد. كمان شايفة فترة من 5 اكتوبر صباحا ل 10 اكتوبر صباحا، نشوف بقى الاسبوع او الخمس ايام الجايين من الشهر. لازالت الزهرة في الاسد اشاراتها كتير. أول إشارة إن فترة مناسبة للقضايا، لو هنا عندك يا مولود برج الأسد أو مولود الأسد قضية بتطالب بحقك أو بتطالب بورث أو عاوز تاخد قرض من بنك أو بتقدم على إجراءات سفر، أو عندك هنا بعض الأمراض الروحية اللي كانت عاملة لك عكوسات كتير في حياتك، ففي هنا أمان واستشفاء وخروج من طاقات سامة كتير كانت مأثرة على حياتك. كمان شايفة الفترة دي حلوة لإمضاء العقود الجديدة واخد قرض من بنك او تعمل تأمين على حاجة عندك مثلا. حذر من وضعك الصحي شوية، احتمال هنا البعض منكم اللي بيعاني من امراض الضغط العالي، ممكن مشكلة تحصل بس بسيطة في الشغل تنرفزك او تعصبك شوية، يعني ممكن توصل الضغط عندك يعلى شوية، فانتبه هنا على وضعك الصحي شوية يا برج الاسد. شايفة الفترة دي حلوة وهدوء وانسجام للمتزوجين، تصالح بينك وبين علاقاتك مع المحيط. وضعك المالي بقى شايفاه هنا احسن شوية بعد ما كان بقاله شهرين كده مش تمام، يعني تحس ان شهر 8 و9 معاك ماديا كان مش قوي، تحس ان اللي بيجي بيروح كده، مفيش بركة في الرزق. يعني في هنا كانت وضعك المادي كان متأزم، الفترة دي بقى وضعك المالي داخل على فترة افضل، استقرار ثبات، بعد يعني تغير غير مفاجئ بالمال. يعني بعد ما كان رزقك بطيء او قليل او بيجي بيروح كده، تحس انك ما بتلحقش تعمل حاجة بفلوسك لنفسك، لا الطاقة دي بتنتهي وبتدخل في طاقة الحمد لله وفرة، او بتحس ان امورك المادية بدأت تتحسن عن الفترات السابقة. كمان الفترة دي حذر من طاقة الغيرة والحسد من بعض الناس في شغلك،
ركز الفترة دي كمان على أصدقائك، في هنا صديق هيقف جنبك هيقدم لك دعم ومساندة، خصوصا لو كان من برج الميزان أو عقرب أو عذراء. تمام. طيب نشوف قمر الجوزاء هنا كمان هيدي لك أكتف، هتبقى نشط أكتر، هتبقى حماسي، بس عاوز الحاجة بسرعة وتنجز، يعني ما بتحبش الحاجة بطيئة. مشتري الثور بيخلي الطاقة بطيئة شوية إن الحاجة تحصل لك، بس شمس الميزان هتخليك راضي مبسوط عادي مش متضايق، ان شاء الله خير. تحس انت بادئ الشهر ده متفائل، بكره خير ان شاء الله، اللي جاي احسن، انا مش هتشائم، داخل بالطاقه دي، سايب بكره على ربنا كده، مسلمها لله يعني. كمان الفتره دي حلوه هنا للي بيعانوا، احنا قلنا قبل كده، من امراض معديه او بنكرياس او كلى امعاء، ان شاء الله فيه تحسن بالصحه. كمان شايفه هنا طاقه السفر فيها انفراج معاك بشكل كبير، بتنفرج معاك، وتقديم الدراسات العليا او الدكتوراه او الماجستير فيها تفوق ليك بشكل كبير، او لو في هنا شهاده انت منتظرها تيجي من الخارج وفيها تاخير او تعطيل، لا ان شاء الله اجراءاتها بتتسهل وبتحصل عليها سريعا. فتره 5 اكتوبر مساء لحد 10 اكتوبر بقى الفتره المسائيه، فتره مناسبه معاك للعمل جدا، في هنا انتقاله للبعض، في هنا البعض منكم لو مقدم شغل عبر الانترنت ومنتظر رد منهم او مستني تشوف هيرد عليك بايه، او فان شاء الله في قبول ليك بعمل خارج البلد. بتفكر في اجراءات سفر الفتره دي هتبقى حلوه معاك، او اجراءات السفر هتبقى متيسره وسهله معاك، طاقه السفر حلوه قوي الشهر ده معاك. كمان طاقه العمل اللي بيشتغلوا في الاعمال الروحانيه او الاستشفاء، بيعالجوا الناس بالقران، او اللي هم بيشتغلوا في مجالات الفنون، فنون جميلة، رسم، تمثيل، إن شاء الله في تفوق ونجاحات وروحانيات عالية هنا بتفيدكم وبتساعدوا بيها الناس كتير. كمان شايفة الفترة دي حلوة معاك للخروج بقى من المشاكل والأزمات أو الديون أو المشاكل اللي كانت متراكمة عليك بقالها فترة، في هنا خروج وأمان واستقرار مادي هيخليك تحس بالانتعاش شوية، أو هتخليك تحس بطاقة إيجابية أفضل عن الفترات اللي فاتت. كمان شايفة الفترة دي ثقتك بنفسك بتزيد، عندك حماس، عندك حاجة هنا انت بتقدمها للناس، حاجة ليها علاقة بالتواصل الاجتماعي، دكتور، جامعة، خدمة عملاء، تسويق، مبيعات، حاجة هنا انت بتتكلم فيها مع الناس، الناس بتسمع لك، هتبقى مجدي، مقنع، زيادة متابعين، زيادة مشاهدات، بتنجح وبتتفوق في المجالات التواصل. كمان الفترة دي شايفاها حلوة معاك في العلاقات، علاقاتك مع المحيط بترجع تتحسن وبتبقى أفضل. كمان عندنا فترة اللي هي من 10 أكتوبر صباحا ل 15 أكتوبر صباحا، فترة حلوة جدا، يوم 10/10 ده بالذات الشمس، يعني الزهرة، ها هتبتدي تدخل في العذراء، يعني فيها في برجك وداخلة على عذراء يعني خلاص، والقمر في برجك بيديك إشارة لوضعك الصحي. احتمال هنا اللي بيتأثروا شوية بفترة تقلبات القمر، يعني لو انت برج أسد عندك الزهرة بالسرطان أو قمرك بالسرطان، الأيام القمرية معاك هنا احتمال البعض منكم تتجدد له طاقة سلبية، يعني احتمال حد هنا ممكن يعني يجدد لك عمل، يجدد لك طاقة حسد، ممكن تبقى شديدة عليك، أو الفترة دي هتأثر على صحتك. يعني أول ما تحس إن وضعك النفسي أو الصحي اتدهور او ابتدى يقل عن وضعه الطبيعي، او بتحس ان انت كسلان تشتغل، عندك خمول، طاقتك خملت كده، ابتدي حصن نفسك بسرعة، لان هنا في طاقة حسد شديدة بالعمل، في حد من العمل هنا حطك في دماغه، عاوز يأذيك في شغلك، بيحقد عليك في شغلك، شايفك احسن منه، في هنا مكيدة ممكن تحصل لك عن طريق العمل، خلي بالك. فترة حلوة للانسجام بين المتزوجين، وعلاقاتك مع المحيط بترجع تتحسن وبتبقى أفضل. كمان طاقة المال عندك فيها وفرة وأحلى وأجمل بكتير، حذر لي بس من طاقة الحسد أو الطاقات السلبية اللي ممكن تعمل لك شوية عكوسات في حياتك. طيب نشوف اتصالات الشمس. طيب شمس الميزان بتدينا إشارة لطاقة السفر معاك أفضل، طاقة الصحة هنا اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة بيتحسن وضعهم أفضل، ما عدا الجزء اللي يخص اللي بيجدد لهم طاقة سلبية. تمام، تخلي بالكم من وضعكم الصحي. كمان الفترة دي برضو هنا علاقتك مع الأب لو فيها مشاكل أو خلافات بتتحسن. كمان شايفة فترة 10 أكتوبر مساء ل 15 أكتوبر مساء، نشوف خلاص الزهرة هنا دخلت بالعذراء،
وضعك العاطفي نقدر نقول انه ثابت مستقر. العلاقة اللي انت طالع بيها بقى من الشهر ده للشهر اللي فات او من الشهر اللي فات للشهر ده ثابتة خلاص، مكملة معاك بدون مشاكل بدون خلافات، وضعك العاطفي مستقر. فترة بقى نشوف الشمس هنا عاملة قيران مع المريخ في البيت الخامس، ده معناه ايه؟ عندك الطاقة الجسدية هنا شغوفة للرياضة. ممكن هنا المش متزوج نموي برج الأسد يطلع طاقة الشغف الزيادة الجسدية اللي عنده دي في الرياضة بقى، تهتم بنفسك تعمل حاجة تطلع فيها مجهودك. المتزوجين هنا لو في مشاكل أو في بعض المشاكل بسبب بقالكوا فترة نفسكوا في طفل مفيش، فإن شاء الله في انفراج في هذا الأمر. كمان هنا لو كان في مشاكل في العلاقة بين الزوجين فالطاقة الجسدية هنا بتبقى أفضل أو أحسن بكتير. كمان شايفة الفترة دي حلوة للسفر، حلوة لإجراءات السفر، كمان حلوة للمجالات العمل في سفر، حلو برضو إن أنت تقدم في دكتوراه ماجستير خارجية أو تجارة خارجية، تبتدي تاجر أو عندك شحنة من الخارج هتجيلك في الفترة دي إن شاء الله، هتيجي في وقتها أو في ميعادها أو هتبقى مستفيد منها أو هتبقى سليم. لو انت برضو هنا تاجر برج اسد وبتشتغل في التجارة خارجية بتستورد بتصدر، فان شاء الله هتبقى المجال هنا معاك متيسر او متسهل بدون مشاكل. كمان هنا الفترة دي كويسة معاك في مجالات الاصدقاء، هنا داعمين ليك قوي يا برج الاسد، في هنا اصدقاء داعمين ليك. علاقتك مع اصدقائك لو بقالها فترة في متوترة او بقالها فترة في مشاكل فبتهدأ او يعني بتتوازن. كمان شايفة هنا التجارة ليك مع أصدقائك أو إخواتك الأكبر منك في السن هتبقى مربحة أو هيبقى من وراها خير. شايفة الفترة دي حلوة للمتزوجين، علاقتك مع المحيط بتتحسن بعد فترة توترات تأكيدا للكلام. البعض منكم هنا بقى اللي هيعمل تحصين لطاقته أو ينظف طاقته أول بأول، في عنده خروج من طاقة حسد أو طاقات سلبية مش هتقدر تأثر عليك، يعني شوف هما بيحاولوا بس مش هيقدروا، مش هيعرفوا يوصلوا لك ويأذوك لأنك محصن أو أنت بتاخد بالك أو أنت الشهر ده أصلا روحانيتك عليه. فإشارات الأحلام اللي هتجيلك هتديك تحذيرات كتير هتخليك تخاف فتحصن وتقفل الهالة بتاعت جسمك من السلبيات. تمام، اللي مش متحصن منكم بقى هتأثر عليه في الصحة شوية، اللي مش قريب من ربنا، اللي مش بيقرأ أذكار، اللي مش بيحصن طاقته، مش بيداري على أموره كده، ده معرض لبعض المشاكل في الصحة اللي ممكن تأثر عليك. الطاقة دي تأثر عليك هتبقى صحيا أكتر. طيب عندنا فترة من 15 أكتوبر صباحا ل 20 أكتوبر صباحا، لازالت الشمس في الميزان والقمر هنا قيران وعطارد، يعني عطارد والشمس والقمر هما الثلاثة ضيوف في برج الميزان. طيب ده معناه إيه؟ طيب هنا الصحة بتتحسن، وضعك الصحي هنا أفضل، وضعك الصحي أحسن، شؤونك المهنية لو كان في مشاكل في بداية الشهر أو كان في شوية ضغوط عملية بتبتدي تخف معاك. كمان شايفة هنا الصرف هنا حذر من الإسراف المالي، يعني هتحس إن الفلوس معاك الشهر ده كويسة فبلاش إسراف، بلاش تصرف في المال، حذر هنا من اكتشاف حد من القرايب بيغير منك يا برج الأسد أو بيحسدك أو مركز معاك أو في مواقف كده هتشيل الأقنعة وهتبتدي تكشف الناس من حولك. كمان طاقة السفر لازالت معاك هذا الشهر فيها انفتاح كبير. فترة 15/10 مساء ل 20/10 مساء لازال وضعك العاطفي هنا أفضل أحسن بشكل كبير، يعني أنا شايفة الشمس قران مع المريخ، ثواني كده، الشمس قران مع عطارد عفوا في البيت الخامس. انت هنا هتبقى حكيم في إدارة علاقاتك العاطفية، يعني هتشغل عقلك في العاطفة مش هتشغل قلبك خالص، فهيبقى قراراتك حكيمة. البعض منكم هنا ممكن ينفصل من علاقة سامة، خلاص انا مش مرتاح للعلاقة دي ننفصل بالمعروف، ودي مجرد خطوبة او ارتباط كده عاطفي يعني. كمان البعض اللي عنده قضية للأسف في الشهر ده فترة مش كويسة للقضايا، بلاش بقى من 15/10 مساء ل 20/10 مساء بلاش هنا نرفع قضايا أو نطالب بحقنا سواء في ورث أو قضية قانونية أيا كان، أجل شوية فترة القضايا الفترة دي. فترة حلوة للعمل، فترة حلوة للشؤون المهنية، فترة حلوة للروحانيين هنا إن روحانيتهم تعلى وتزيد وترفع البصيرة عندك بشكل كبير، هتكشف لك ناس كتير حواليك، ركز على بصيرتك الفترة دي وعلى الحدث عندك.
كمان الفترة دي حلوة، الأصدقاء هنا واقفين جنبك داعمين ليك، بيساعدوك، بيقدموا لك دعم، بيقدموا لك مساندة. كمان شايفة الفترة دي حلوة للخروج من حسد، خروج من طاقات سلبية، مشاكل، ديون، أزمات مادية. تمام. فترة من 20 أكتوبر صباحا ل 25 أكتوبر صباحا. طيب، شمس الميزان هنا لازالت موجودة، بتدينا إشارة لعودة الانسجام والتفاهم بين الزوجين. علاقتك بالأب بتتحسن، علاقتك بالمحيط أفضل، وضعك المالي هنا بس انتبه لي من طاقة الصرف، أو حاذر هنا من 20 أكتوبر صباحا، حذر هنا من حاجة تخص المال، حذر من الشراكات هنا مع الأصدقاء شوية أو مع القرايب في اليوم ده، يوم 20 أكتوبر صباحا. بلاش تاخد قرار متسرع بشراكة مع أصدقاء أو مع أخوات أو قرايب، أجل شوية القرار ده، ما تتسرعش فيه. وبلاش تتسرع في إنك تشتري حاجة غالية أو باهظة الثمن في الفترة دي بالذات. الفترة دي حلوة معاك ليه؟ أنت كمان يعني الفترة دي هتحاذر اصلا من الاسراف، هتبقى خايف. لا بلاش اصرف الشهر اللي فات واللي قبله، انا اتوجعت في المصاريف او صرفت جامد، فلا انا اشيل فلوسي لحاجه تستاهل. هتحس ان انت بتقنع نفسك بانك بلاش تبقى مسرف، هتبقى في الطاقه دي فهتقدر تحمي نفسك ماديا. طيب، كمان الفتره دي من 20 اكتوبر مساء ل 25 اكتوبر مساء، لازالت الشمس قران مع عطارد الميزان، بيديلك حكمة أكتر في التخطيط، ما بتعتمدش على عقلك بس ولا قلبك، بتعتمد على الجانبين، ده بيقنع ده، العقل اقتنع، القلب بيشتغل، ده هيبقى قراراتك في أي حاجة في حياتك. وضعك هنا في انفراج للمتزوجين، في فترة خطوبة أو زواج هنا أفضل أو أحسن. كاتب الكتاب هنا تاريخ مناسب، مش مناسب لسه للقضايا برضو الفترة دي. السفر بينفرج معاك، مفيش أي مشاكل للسفر أو التقديم في دراسات عليا أو تجارة خارجية مهما كانت، بتبقى متيسرة أو سهلة. فترة التقديم لعمل هنا بتتوسع معاك، أو في فرص قبول ليك بشكل كبير. فترة حلوة لأن أنت تخرج من أزمة أو مشكلة، وفي هنا البعض منكم اللي كان محكوم عليه بسجن أو نفي ممكن بيتراجع عن القرار ده أو بيحصل انفراج. تمام. طيب، فترة 25 أكتوبر صباحا ل 31 أكتوبر بيختم معانا الشهر في إيه؟ الشمس هنا بقى من يوم 23 دخلت العقرب، طبيعة مائية شوية مخالفة لبرجك. هتحس إن أنت الفترة دي شوية مضغوط عصبيا، هينعكس شوية على أدائك العملي، هتحس إن أنت مزاجي، ساعة ليك مود تشتغل، ساعة تكسل، يعني تحس إن أنت كده إيه، ما بين الكسل وما بين النشاط، طاقتك شوية فيها خمول. بلاش تستسلم لده، شوف الفيتامينات اللي ناقصاك ايه، او بلاش تدخل في المود ده، بلاش تستسلم له. العلاقة هنا بين المتزوجين او الوالد في تفاهم، في انسجام. شايفة كمان هنا علاقاتك بالمحيط افضل او احسن عن قبل كده. وضعك المالي برضو هنا، بلاش تتسرع في شراكات مع اصدقاء او حد اكبر منك، فكر شوية في الشراكة دي وتأنى شوية، لأن عطارد عقرب هيساعدك، هيخليك تشك، تخاف، تقلق. يعني الشمس هنا في طبيعة مائية، عطارد أيضا في طبيعة مائية، وهما الاتنين في برج واحد مع المريخ، هيخليك ما تتهورش في القرارات بسبب شكوك. يعني هتبقى حذر قبل ما تطلع فلوس، هتبقى حذر قبل ما تمضي عقد، هتبقى حذر قبل ما تعمل أي حاجة وتندم. هيبقى عندك الطاقة دي، هتبقى نسميها بقى طاقة مش شك، حرص ولا تخون زي ما بيقولوا، فهتحميك وهتحمي وضعك المالي بشكل كبير. كمان هنا مواليد برج الأسد من 25 أكتوبر مساء ل 31 أكتوبر مساء. طيب، الفترة دي البعض منكم هنا المتزوجين اللي بقالهم فترة في خلافات ومشاكل، ممكن يوصل الأمر للطلاق الرسمي خلاص بقى، يعني ده في مصلحة الطرفين، يعني القرار ده مش هيبقى مؤذي لأنه خلاص ده في مصلحة الطرفين. في هنا قرار بإجراءات سفر هتبقى سهلة متيسرة معاك، الشهر ده أصلا أنت بتفكر في السفر أو بتمشي في إجراءات سفر، هتبقى سهلة وسريعة معاك كتير. كمان الفترة دي حلوة للي بيشتغلوا في مجالات الروحانيات والاستبصار، مجالات الرياضة، مجالات التواصل، مجالات عمل عبر الإنترنت، في ظهور وحضور ليك أكبر بيدخل الفترة دي. كمان الفترة دي شايفاها حلوة معاك للي بيشتغلوا من البيت، اللي بيشتغلوا من البيت شغلكم هيبقى مبدع مريح،
افضل، في دخل مالي جاي لكم من وراه كويس، ممكن تقدموا كمان فرص، تقدموا شغل من المنزل، هتبقى فرص معاكم هنا مفتوحة بشكل كبير. 31 اكتوبر صباحا بقى شمس العقرب بتديك طاقة السفر وطاقة التقديم في الجامعات والدراسات العليا سهلة ومتيسرة. وضعك الصحي افضل واحسن بعد فترة تقلبات شوية كانت في الشهر، تحس صحتك طالعة نازلة كده شوية الشهر ده. ركز هنا على وضعك العاطفي، ممكن شوية شك هنا يدخل بينك وبين الشريك يخرب علاقة هنا ليك، فانتبه من طاقة الشك شوية. عطارد العقرب هيخليك غضبان، بتشك، تثور غضبا، من أقل حاجة كده ممكن تغضب تشك، يعني طاقة الشك هنا شوية في العلاقات ممكن هي سبب خراب علاقاتك الفترة دي، انتبه من طاقة الشك والغيرة المفرطة. طيب الفترة دي حلوة هنا لعلاقاتك بالمحيط أو الشراكة هنا مع القرايب، أفضل وأحسن من اللي قبل كده من الأيام اللي فاتوا. يختم معانا الشهر بقى يعني الفترة دي حلوة للقضايا. 31 أكتوبر مساء بقى حلوة للي عنده قضية هنا أو منتظر حكم، هيبقى الحكم لصالحك. فترة حلوة للسفر. وضعك العملي هنا شوية انت ممكن هنا احتمال لبعض مواليد برج الأسد، مريخ العقرب هيخليك تاخد قرار مفاجئ ان الشهر ده خلاص ده آخر شهر ليا في الشغل، اسافر او اروح شغل تاني، اسافر، انقل شغل جديد، انا مش مرتاح في الشغل، انا عايز اسيب الشغل. في طاقة هنا ممكن تغلب للبعض بكده، طاقة تانية احتمال خلاف بسيط بينك وبين الإدارة بسبب مكيدة او حد بيحاول يشكك فيك في الشغل او في قدراتك بالعمل. خلي بالك من حاجة هنا تضرك في الشغل زي كده، تخلي برضو علاقاتك بالمحيط هنا ليها دور في مساعدتك الفترة دي بشكل كبير. يلا ندخل على القراية العاطفية. القراية العاطفية معانا هنا في الدقيقة 31، تمام. يلا بينا نشوف رجل برج الأسد العازب. رجل برج الأسد العازب، واضح كده ان انت بتراقب بنت، مركز معاها، بتشوف صورها عجباك، متابعها، وممكن تكونوا مطنشين بعض بقالكوا فترة في إهمال. البنت دي عجباك وانت عاوز تكلمها بس كرامتك مش مساعداك، بس رغم ده كله هتواجهها وهتعترف لها بمشاعرك تجاهها، وهتدي فرصة للعلاقة دي بان انت تقرب من البنت في لقاء ومقابلات هتكون خلال الشهرين اللي جايين دول. العلاقة هتقوى، يعني هتتماسك اكتر، في اعتراف متبادل بالمشاعر بينك وبين هذه المرأة، والعلاقة هنا داخلة على اطار زواج، يعني العلاقة دي انتوا كمان هتتفقوا على الجواز او على الارتباط على اخر السنة، يعني علاقة سريعة كده بس سريعة، الحب متبادل، في ارتباط واستقرار، في وفرة هنا، فده هيساعد ان العلاقة هنا انتوا توأم روح، لقيت توأم روحك هنا خلاص. فالأبراج اللي هنا ممكن تكون جدي، حوت، عقرب، جوزاء، حوت، قوس، وعقرب، تمام؟ طيب في علاقة تانية هنا صعبة قوي يا برج الأسد، في رجل أسد عازب هنا للأسف، في نفور من العلاقات منك بتجري منك بسبب امرأة، او انت عليك تبعة، او عليك سحر وعليك حسد، انت عليك تراكمات، يعني مش ممكن انت بتدخل في علاقات مع حد مؤذي سام، ممكن تكون سبت واحدة بطريقة وحشة حطتك في دماغها، أذتك بطاقات سلبية مخلياك مش قادر تدخل اي علاقة، اي واحدة تعرفك تجري تهرب منك، بتسيبك، بتشوفك بنظرة وحشة تهرب، في طاقة مش حلوة هنا. رجل برج أسد آخر طاقة تانية، فيه واحدة أنت بتهرب منها ومش عايزها، هتجيبك بسحر، هتجدد لك سحر، هتجيبك، حطك في بالها، هجيبك هجيبك، وبتلجأ لروحانية أو مش روحانية بقى نسميها دجالة، هتلجأ لدجالة هنا ترجعك ليها بأي طريقة، فانتبه طاقة هنا مش لطيفة. في رجل برج أسد آخر، انت بقالك فترة ما بتدخلش علاقات بسبب ربط، ايه الحكاية؟ في ايه؟ يعني كلكوا ليه كده؟ يعني رجل الأسد هنا عنده ربط، تعطيل، تأخير جواز، ممكن تكون بقالك فترة حر مش متجوز، شاكك، خايف من العلاقات، علاقاتك بتنهار، متعلق بواحدة ومش قادر تقرب لها، انت عليك ربط، في تعطيل هنا، زواج معمول ليك، او انت أذيت نفسك بحاجة، او بصيت في المراية وانت صغير عملت حاجة أذيت نفسك بيها، معطل نفسك مخليك قاعد كده، خلي بالك. طيب نشوف امرأة برج الأسد العزباء بقى.
طيب، امرأة برج الأسد العزباء، واضح هنا إن أنتي بقالك فترة في وحدة، مهتمة بشكلك، بأناقتك، بطلتك، لبسك، شكلك حلو، زهرة الأسد مخلياكي جميلة حلوة ملفتة للأنظار، فأنتي حاسة بوحدة وحاسة إن أنتي اتظلمتي كتير. أنا ليه قاعدة لوحدي؟ ليه أنا في وحدة كده؟ نفسي أستقر، نفسي أرتبط. فأنتي الشهر ده والشهر اللي جاي هيجيلك عرضين، في هنا عرضين أنتي هتبقي مترددة بين علاقتين، في شخص من الماضي هيرجع لك وفي عرض جديد، بس العرض الجديد ده زواج على طول، حد داخل نيته يجدد معاكي الحب بالزواج، وفي علاقة تانية انت فيها بس حاسة بوحدة وإهمال. يعني هنا أنا شايفة امرأة برج أسد انت مرتبطة ومش مرتبطة بصراحة، يعني عشان كده انت حاسة ان انت عزباء، فانت مش عارفة تعملي ايه. انا حاسة ان انا مع شخص متلاعب هاملني، حاسة بوحدة معاه، انا مش مرتبطة كده، في عرض تاني هيجيلك من شخص جديد داخل دغري بارتباط واستقرار، احتمال يكون من أبراج مائية، سرطان، حوض، عقرب، ممكن يكون من أبراج ترابية، جدي، ثور، عذراء، أسد زيك، دلو، أسد، عذراء، من الأبراج دي. في طاقة تانية هنا امرأة برج أسد، واضح إن أنتي بتشتغلي مطلعة طاقتك في الشغل، مركزة على نفسك، في مهارة أو حرفة، حاجة أنتي بتحبيها مركزة فيها جدا، ففي هنا حد معجب بيكي من العمل أو حد من متابعينك هيركز معاكي وعاوز يتقدم لك فجأة بزواج، عاوز يعني يتقرب منك بس نيته استقرار، نيته ارتباط. ففي هنا عرض خطوبة لامرأة برج أسد عزباء عن طريق عمل أو من شغل ليها. في هنا امرأة برج أسد أخرى عزباء، واضح إن أنتي بقالك فترة خارجة من علاقة سامة وقافلة باب العلاقات خالص، ممكن تكوني بقالك سنة قافلة باب العلاقات. في هنا بداية جديدة ليكي أفضل وأحسن مع حد مشهور وأكبر منك بالعمر بشكل كبير، ممكن تكون دقنه بيضة، طويل، كنز، رجل ناضج عاقل أكبر منك بالعمر، ده اللي هيخليكي تفتحي باب العلاقات تاني. يعني في بداية عاطفية ليكي هنا هتخليكي ترجعي تستفتحي باب العلاقات تاني بعد ما كنتي قافلاه بسبب علاقات سامة، مش عاوزة تأذي نفسك. ففي شخص هيقتحمك هنا، هتحسي انه ناضج واعي، هتديه فرصة انه يقرب منك الفترة دي. نشوف بقى هنا رجل برج الأسد المرتبط. رجل برج الأسد بقى اللي في علاقة عاطفية، واضح كده ان انت مطلق او خارج من تجربة طلاق، وطليقتك عاملة لك مشاكل لما عرفت ان انت هتخطب جديد او هترتبط ارتباط جديد، فانت عندك بداية عاطفية جديدة وعلاقة مبسوط بيها جدا وسعيد بيها جدا. فللأسف في هنا مولود برج أسد علاقتك العاطفية اللي انت مرتبط بيها دي هتتحارب بطاقة عمل أو سحر أو حد هيلعب على قرينك هنا هيبوظ العلاقة دي معاك. مين اللي هيكون سببها؟ طليقة سابقة ليك أو حد كان في بينك وبينها زواج وانفصلتم لأنها عاوزك ترجع لها تاني بأي طريقة، فهتخرب عليك أي علاقة جديدة أنت داخل فيها. فلو العلاقة دي فجأة البنت قلبت عليك، سبتوا بعض، بعدتوا عن بعض، اعرف بتأثير الطاقة دي، ممكن تكون من أبراج ميزان، جدي، عقرب، جوزاء، حوت، سرطان، عقرب، دلو. تمام، في طاقة تانية هنا رجل برج أسد مرتبط، أنت في علاقة عاطفية فيها شغف، حاسس إن البنت دي طيبة، ممكن تكونوا بتبعدوا عن بعض فترة وترجعوا، في بينكم فرق مسافات، ممكن تكون علاقة عبر الإنترنت، الحب هنا هيقوى، والبنت دي علاقة قدرية ليك، يعني زوجة ليك قدر معاها، العلاقة دي رايحة لاستقرار وارتباط، أنت مبسوط في العلاقة وهي كمان العلاقة هنا فيها شغف وكمان حب روح، فانت حاسس ان العلاقه دي كامله ما فيهاش اي حاجه ناقصه. في هنا رجل برج اسد مرتبط، واضح ان انت لسه راجع للعلاقه دي قريب، ممكن تكون اتقدمت للبنت دي ورفضوك، فهترجع تجدد العرض ده تاني الشهر ده لان انت مصمم، عندك طاقه التصميم عليها بطريقه غير طبيعيه الشهر ده. نشوف امراه برج الاسد المرتبطه بقى اللي في علاقه عاطفيه. نشوف امراه برج الاسد المرتبطه اللي في علاقة عاطفية، امرأة برج الأسد المرتبطة اللي في علاقة عاطفية، وضعها ايه شهر أكتوبر؟ امرأة برج الأسد اللي في علاقة عاطفية، امرأة برج الأسد اللي في علاقة عاطفية. طيب، امرأة برج الأسد المرتبطة اللي في علاقة مع شخص، واضح ان انت هنا
متردده ما بين قرارين، انت واضح ان انت متردده في بين علاقتين، في علاقه هنا انت متمسكه بيها وفي ذكريات ليكي مع الشخص ده، وفي شخص تاني اقتحمك ورجع لك فجاه بعد فراق او بعد فتره بعد، فانت مش عارفه تعملي ايه، انت مش عاوزه تبقي متلاعبه، يعني ما بقاش مع ده وابقى مع ده، وفي نفس الوقت اللي انت مرتبطه بيه في بينك وبينه ذكريات بس مش قادر يقدم لك حاجه ملموسه، وكمان الشخص اللي انت مرتبطه بيه ده طاقته بطيئه، ماشي بالراحه كده، لا بتاع استقرار ولا ارتباط، فانت بصراحه هتفضلي الشهر ده في علاقتين ومش عاجبك، انت شايفه ده ظلم، يعني انا مش حابه ابقى في علاقتين، بس هيختم الشهر معاكي بانك هتحطي الشخص ده في موقف تشوفيه جد ولا لا عشان تختاري علاقه من العلاقتين دول. المهم هتقولي انا اختار اللي جدير بيا او اللي يستاهلني مين وهبقى معاه. في هنا طاقه تانية، امراه برج اسد، واضح ان انت مرتبطه بشخص ممكن يكون الشخص ده كسر قلبك كتير وطعنك كتير، حاسه بوحده وانت مرتبطه معاه اصلا، مش شايفاه مسؤول، انت عاوزه ارتباط واستقرار، والشخص ده مش واضح وصريح معاكي، بس الشخص ده لما يحس ان انت بدات تهمليه إيه، ما تسأليش عنه خلاص، ما يعني بتحسسين ان انتي بتسيبيه بالبطيء كده، الشخص ده هياخد قرار قيادي، هيلحق العلاقة، لا انا مش هكسر قلبها، انا دي قدرية بالنسبة لي، ولو ضيعتها هندم، هيعمل حاجة هنا جدية منطقية عشان يرجع العلاقة دي تاني، وفي زواج هنا، هيتقدم هيرجع تاني، هيتجوزك تاني، هيطلب منك تجددوا الارتباط تاني، وهيقدم لك عرض زواج عشان العلاقة ترجع يتلم شملها من جديد. ممكن يكون من أبراج ترابية، جدي ثور عذراء، ممكن يكون برج سرطان، حوت، برج من الأبراج دي، ممكن يكون برج هوائي، جوزاء، ميزان، دلو. في هنا طاقة تانية لامرأة برج أسد، انتي واضح انك مشهورة او في متابعين ليكي كتير هنا، في حد بيكراش عليكي مستنيكي، بس دي مجال، وانتي مرتبطة بشخص تاني، فانت في هنا اعتراف باعجاب من كراش او من شخص من معجبينك، مركز معاكي، متتبعك في صمت، هيبتدي يظهر ويتكلم، وللاسف الشخص ده هيظهر وانت واخده قرار ان انت خلاص الشخص اللي انت مرتبطه بيه ده هيفتح معاكي صفحه الارتباط او الاستقرار، فمش هتبقي للاسف، يعني ده اللي هيحصل، بس انت طبعا هتروحي للعلاقه اللي انت فيها مش هتركزي مع الشخص ده، لان الشخص ده داخل بنية عرض، يعني عاوز يتقدم لك، عاوز يخطبك مثلا، بس انت هتدي فرصة للعلاقة التانية او هتقولي للشخص ده اني مرتبطة، مش هينفع. رجل الاسد المنفصل بقى، رجل برج الاسد المنفصل، رجل برج الاسد المنفصل، رجل برج الاسد المنفصل، واضح هنا ان في رجل برج اسد مطلق او فاسخ خطوبة، في طاقتين قدامي، في مطلق وفي فاسخ خطوبة، الشخص ده او انت يا برج الاسد ممكن يكون كمان في بلوكات هنا، انت خدت قرار انك ترجع تفتح صفحة جديدة مع البنت دي، عاوز ترجع لها تاني، مش قادر على بعدها، شايف ان انت ظلمتها مثلا، فانت بتحبها لسه، فهتجدد العلاقة دي وفيها بداية جديدة وهترجع تفتح صفحة جديدة معاك، وهي ما هتصدق، يعني هي مستقبلة، يعني ما صدقت ان انت رجعت لها والعلاقة هترجع تاني. في طاقة تانية هنا، رجل برج اسد، واضح ان انت منفصل من علاقة بسحر، في حد هنا طرف تالت تدخل بينك وبين الانسانة اللي انت بتحبها، فرقتكوا بسحر، اللي هيحصل ان انت هتتشافى، هتخرج من الطاقة السامة اللي كانت عليك وهترجع للعلاقة دي تاني، او هتلاقي مجرد ان انت تشافيت هتلاقي البنت دي بترجع لك من نفسها، وواضح ان انت مريت بفترة وحشة بسبب السحر ده، شفت احلام، كوابيس مزعجة، تعطيل، عكوسات كتير في حياتك، يعني الطاقة دي اذتك جامد، وللأسف ممكن تكون حد من اصدقائك او من صديقاتها هي اللي اذوا العلاقة دي. في طاقة تانية هنا، رجل برج اسد، واضح ان انت منفصل من علاقة زواج، او كانت العلاقة رايحة على الزواج واترفضت، او حصل نوع من الرفض او الاعتراض في العلاقة دي، بس اللي هيحصل ان في تواصل ورجوع للعلاقة دي تاني بعد فترة فراق. ممكن الأبراج اللي هنا عقرب، حمل، جدي ثور عذراء، دلو، سرطان، عقرب، حوت. شايفة العقرب متكرر معاك في كذا قراية يا برج الأسد، يعني كذا قراية شايفة ايه
برج العقرب ليه دور معاك الشهر ده. طيب نشوف امرأة برج الأسد المطلقة أو المنفصلة. امرأة برج الأسد المطلقة أو المنفصلة وضعها إيه؟ واضح إن في امرأة برج أسد هنا للأسف حد خد صورتك عمل بيها طاقة سلبية عشان يفرق بينك وبين زوجك أو بينك وبين طليقك. في حد هنا بيشوف صورك بتغير منك، خدت جوزك منك بطاقة سلبية وعامله له ربط عشان ما يشوفكيش ولا يسمعك ويفضل يأذيكي ويركز معاها هي ويحبها هي ويشوفك انتي بشعة. في طاقة هنا لكده، بس اللي هيحصل ان البنت دي هتنكشف وهيرجع لك انتي، بس بصراحة طاقة طويلة ممتدة لآخر السنة، طاقة طويلة. العلاقة هنا صعبة وبتتحارب، يعني العلاقة دي أسميها معركة حرب. طيب في هنا امرأة برج أسد مطلقة، واضح ان هنا مش مطلقة بزواج، انتوا كنتم هتوصلوا للاتفاق على الجواز والعلاقة اتفرقت بسبب ان حد منكم سمع لأهل او حصل تدخلات عائلية، هنا فرقت العلاقة. اللي هيحصل ان العرض ده هيتجدد تاني قبل نهاية السنة وترجع المية لمجاريها والعرض ده يتقدم تاني. في هنا امرأة برج أسد منفصلة من شخص ودخل حياتك شخص، فانتي مترددة وخايفة من العلاقة الجديدة اللي هتكون سامة مؤذية زي اللي قبله. هتترددي هنا ما بين رجوع شخص من الماضي ليكي تاني وما بين علاقة انتي فيها، والحنين هيغلبك شوية للعلاقة السابقة دي. طب نشوف يعني انتي هتختاري العلاقة القديمة ولا الجديدة؟ لا انتي مش هتختاري القديم لانه اذاكي، كان نرجسي، كان سام. انتي هتكتفي بس بانه حاول يرجعك، ده هيرضي غرورك كامرأة برج الأسد. مش بتهمك بالغرور، يعني بيرضي كرامتك، يعني كرامتك بترضي كرامتك، فالشخص ده هيرجع يرضي كبريائك وكرامتك اللي كسرها زمان، وهتكتفي بكده وهترفضي وهتركزي مع الشخص الجديد اللي معاكي. فيه نشوف بعد كده المتزوجين بقى من مواليد برج الأسد. نشوف هنا المتزوجين من مواليد برج الأسد، المتزوجين من مواليد برج الأسد. المتزوجين من مواليد برج الأسد في علاقة هنا، المواليد برج الأسد فيها تدخلات عائلية، وفي التدخلات العائلية متدخلة بطاقة سامة جدا مع الزوج. حد هنا بيلعب في دماغ جوزك أو بدماغ دماغ زوجتك، مأثر على قراراتها وللأسف عامل لها نوع من الربط كده، بيأثروا على علاقتك مع زوجتك. واحتمال العلاقة بينك وبين زوجتك بقالك فترة متوترة، انتوا متجوزين لسه ما انفصلتوش، بس في تدخلات عائلية هنا ممكن تخلي العلاقة دي تنهار كزواج. في شكوك وقلق ومخاوف من زوجتك ليك، وعاوزة تهرب من العلاقة بسبب أقاويل دارت في العيلة أو بسبب إنك بتسمع لأهلك. ممكن تكون زوجتك دي سابت لك البيت ومشيت وبتراقب رد فعلك ايه، هتراضيها، مش هتدخل اهلك تاني في المشاكل اللي ما بينكم، هتعمل ايه، مستنية منك موقف. هنا في متزوجين اخرين، في طاقة طفل هنا جديد بيدخل على البيت، بيرجع الشغف والسعادة والفرحة بين الزوجين بعد فترة خلافات ومشاكل. في هنا كمان خطبة لأحد أبنائك يا مواليد برج الأسد أو بناتك بالأدق، هتخليكي سعيدة ومبسوطة الشهر ده شوية بعد فترة مشاكل مع زوجك. في هنا طاقة متزوجين برج الأسد، احتمال هنا في حد هتكتشفوا إنه كان حاسد أو حاقد للعلاقة اللي بينك وبين زوجك، عمل لكم شوية قلق أو خوف. احتمال تكون امرأة متسلطة هنا كانت بتغير وتحسد العلاقة دي، حاسدة، بتتكلم عنكم، بتنقل كلام وحش، بس هينكشف امرها لان الست دي يعني حاسده علاقتك مع جوزك، مركزه معاكم. ممكن تكون اخته الكبيره او ام، مركزه بتدي اوامر، بتدي تعليمات يتعامل معاك ازاي. فالست دي هينكشف امرها الشهر ده والعلاقه هتتحسن مع زوجك، وهيطلع المتسبب في الاذى ده او المراه المتسببه في اذيه العلاقه دي. تمنياتي لكم بالتوفيق، شهر سعيد عليكم يا برج الاسد. إن شاء الله لا تنسوا اللايك عشان تكونوا أول برج أبدأ بيه الشهر الجديد. مع السلامة.